النهاردة هنعمل مع بعض البيتزا في البيت، وهنعملها ان شاء الله هتطلع معاكم احلى من اي مطعم، وهوريكم كل التريكات بتاعة البيتزا ومكونات بسيطة. طبعا مفيش اي حاجة صعبة، والفرن العادي بتاع البيت ايا كان كهرباء او غاز هنقدر نستخدمه. اول حاجة هندخل على المقادير بتاعة العجينة. انا هنا حطيت كوباية دي، وادي الكوباية التانية نفس الكوباية اللي انا بعاير بيها، تمام؟ اهي دي اول حاجة خلطه مع بعض كده. هنا بقى في ملحوظة، الناس كلها بتحط الدقيق والخميرة والملح مع بعض، لا انا بعمل ايه؟ اول حاجة هاخد نسبة ملح يعني حوالي معلقة صغيرة على الكوبايتين بتوع الدقيق بتوعي اهم، هخلطهم الاول كده مع الدقيق. ليه؟ لان الملح بيأثر على تفاعل الخميرة، فبالتالي ما بتعلاش معايا في الفرن، تمام. تاني حاجة عندنا الخميرة اللي هي الفورية العادية موجودة في السوبر ماركت، الباكتس او اللي هي الخميرة، حتى بتاعة الافران اللي هي الخميرة المكعبات برضو هتنفع معانا. هنا في ملحوظة، الخميرة اول ما بفتحها يعني ياريت محفظهاش في المطبخ في درجة حرارة المطبخ، يفضل ان انا اقفلها واحطها في التلاجة، هتدي معايا صلاحية اطول، تمام. وانا بعمل الخميرة بعمل ايه؟ حطيت معلقة سكر، دي بتزود معايا تفاعل الخميرة، معاها معلقة اهي يعني على الكوبايتين هاخد معلقة خميرة فورية، يعني حوالي مثلا هنقول 2 جرام. بعد ما حطينا معلقة صغيرة سكر على معلقة خميرة اهي، هبتدي اجيب بس معلقتين مية دافية، يعني مية تكون دافية شوية، وهخلطهم مع بعض كده اهو، ادوب السكر مع الخميرة بس شوية بحيث ان يتفاعلوا، يدوني تفاعل احلى للخميرة، تمام. دلوقتي بقى هنيجي للعجين. اول حاجة حطينا الكوبايتين الدقيق بتوعنا اهم، هحط عليهم كوباية مية، حلو، يفضل بنفس الكوباية، وهحط عليهم بيضة واحدة اهي، تمام، وهحط عليهم حوالي معلقتين زيت. في ناس بتحب تستخدم مثلا الزبدة، مفيش مشكلة براحتكم، تقدروا تسيحوها في الميكرويف وتحطوها برضو على العجين، تمام. كده ناقص عندي ايه بقى للعجين بتاعي؟ الخميرة والسكر اللي احنا دوبناهم من الاول، تمام، اهم كده اتأكد ان هم دابوا معايا اهو، فانزل بيهم على العجين. وكده العجينة بتاعتي المكونات بتاعتها كلها جاهزة، ناقصة حاجة واحدة، الحليب. اعجن بس شوية كده عشان طبعا انا ما عنديش حاجة كبيرة اعجن فيها، فالم العجين بتاعي شوية. طبعا انا بوريكم مقادير يعني تكفي لبيتزايتين تقريبا، تمام. دلوقتي بعد ما عجننا العجينة شوية اهي، خلطنا المكونات بتاعتنا، هنبتدي نحط شوية صغيرين حليب. طبعا الناس اللي مش حابة عادي مفيش اي مشكلة، والناس برضو اللي ما بتحبش البيض عادي نقدر نستغنى عن البيض. انا بحط بيضة واحدة على كمية صغيرة يعني مش كتير، بتديني لون حلو مع البيتزا وهي بتستوي. خلط العجين بتاعنا كويس، تمام. هنا انا لقيت العجينة محتاجة شوية دقيق، مفيش اي مشكلة، بجيب شوية دقيق بزودهم على العجينة وببتدي ان انا اخلطها. انا الافضل لو انا هعجن بايدي، الافضل ان تكون العجينة سايبة شوية عشان اقدر اعجنها بكل سهولة بدل ما تبقى صعبة في العجن، تمام. وبعد كده ببتدي ارش عليها شوية دقيق، بتلم معايا العجينة تاني. دلوقتي هبتدي احط شوية دقيق كمان اهو، بتاع نص كوباية. يبقى كده انا برضو عرفت حاجة، ان انا لو هاخد كوبايتين دقيق عليهم كوباية الا ربع مية، مش كوباية كاملة، عشان لو كوباية كاملة هضطر احط نص كوباية دقيق كمان، تمام. اهي اعجن العجينة، خلصها، بعدين هنسيبها تريح ساعة او نص ساعة. هنبتدي بقى نعمل مع بعض الصوص بتاع البيتزا، طبعا اوريهولكم برضو بكل سهولة يعني. تمام، دلوقتي بعد حوالي 3-4 دقايق من العجن، زي ما انتم شايفين كده العجينة بتبتدي تلم اي حاجة في البولة بتاعتي اللي انا بعجن فيها، تمام. بعمل ايه بقى؟
اهي كده بقت عندي العجينه متماسكه تمام التمام. ابتدي ان انا الفها كده اكورها، بعد كده احطها في نفس الطبق او البوله اللي انا هستخدمها، وش يعني حاجه زيت بسيط قوي عليها اهي بس، وهغطيها بكيس او اي حاجه عندي تمنع عنها الهواء، وهسيبها مثلا لمده 30 ل 45 دقيقه تخمر والحجم بتاعها يتضاعف شويه. بعد كده هبتدي ايه استخدمها. دلوقتي طبعا هننضف الكلام ده ونشيل دي، وبعدين نعمل الصوص البيتزا معاكم ونقول لكم على المكونات اللي هنحطها في البيتزا النهارده. طبعا خلصنا العجينه وغطيناها زي ما قلت لكم، وهنسيبها دلوقتي تستريح في مكان يعني درجه حراره الغرفه او مكان دافي لمده نص ساعه. دلوقتي هنبدا نعمل الصلصه بتاعه البيتزا. اول حاجه هحط معلقتين زيت، يعني سن حاجه بسيطه كده بس يا دوبك احمر فيها الثوم والبصل تمام. تاني حاجه هبتدي ان انا شغل الحراره بس تسخن شويه. المكونات اللي انا هستخدمها عباره عن ايه، 3 فصوص ثوم. طبعا انا بعمل كميه صغيره مش كتير، يعني فصين او 3 فصوص ثوم، بصلايه صغيره، وهنا وحده طماطم متقطعه، والبهارات بتاعتي عباره عن بابريكا، فلفل اسود، ملح، وهنا ده اللي هو الريحان المجفف والاوريجانو اللي هو الزعتر البري تمام. دي المكونات اللي انا هستخدمها، وهحط معاهم طبعا معجون الطماطم، صلصة الطماطم، وهنحط مية طبعا، كوباية مية. لو انا هستخدم طماطم فريش فمش محتاج ان انا استخدم معجون طماطم ومية، وانا عن نفسي بحب اقطع الطماطم مكعبات كده، بتبقى يعني بتدي طعم وتكنس احلى في البيتزا. هنا الزيت عندنا اول ما سخن هنبتدي ان احنا طبعا نزلنا بمعلقتين زيت، هنا هنبتدي ننزل بالثوم اول حاجة والبصل، شوحهم بس تشويحه خفيفه كده. يعني انا بعمل لكم صوص البيتزا اللي هو البيتزا البيتي. طبعا في اختلاف كبير بين صوص البيتزا الايطالي وبين صوص البيتزا اللي هي البيتي او الناس بتعملها في المحلات اللي هي الشعبيه، فده اسهل طريقه وكمان الطريقه اللي تتماشى مع العجينه اللي احنا عاملينها. طبعا احنا مش عاملين عجينه بيتزا ايطالي تختلف كتير، احنا عاملين عجينة البيتزا اللي هي الامريكي اللي هي بتطلع اللي هي عالية اللي هي بتكون تك. التوم والبصل طبعا اتحمروا شوية اهو زي ما انتم شايفين كده، ابتدوا ان هما ياخدوا لون. هبتدي انزل بصلصة الطماطم او الطماطم المعجون اهي، اعمل العلبة الصغيرة دي حوالي 100 جرام. طبعا انتم ممكن تستخدموا طماطم فريش، طماطم مضروبة في الخلاط، بدون طماطم معجون، بدون الكلام ده كله. وابتدي ان انا بس ايه اشوحها كده على النار شويه، سخنها عشان تديني لون شويه دارك. تمام. ودلوقتي هنزل بالطماطم اللي انا مقطعها مكعبات اهي، طماطمايه. في بقى هنا حاجة علشان اضيع الحموضة بتاعة الطماطم او صوص البيتزا، هحط عليها نص معلقة سكر مش اكتر من كده. نص معلقة السكر دي هتضيع لي اي حموضة في اي صلصة انا بعملها. كده انا قلبت الصلصة بتاعتي اهي، هبتدي انزل بالتوابل. طبعا زي ما قلنا ملح وريحان مجفف وزعتر بري وبابريكا وفلفل اسود، ما بحطش اكتر من كده. اقلبهم تقليبه بسيطه. اول ما حطيت البهارات الريحه طلعت، وهنزل بشويه ميه بس يا دوبك اخف الصلصه شويه. دي دلوقتي كده اهي الصلصة بتاعتي جاهزة، هسيبها بس تغلي 10 دقايق كده، وبعد كده خلاص تكون جاهزة عندي ان انا هستخدمها للبيتزا. طيب خلينا نسيب دي دلوقتي كده على جنب شوية اهي. طبعا العجينة بتاعتنا جهزت والمكونات بتاعتنا جهزت. طبعا الحشو اللي احنا هنستخدمه عبارة عن صدوق متقطع زي ما انتم شايفين كده، وشرايح بسطرمة، بصل، زيتون،
جبنه موتزاريلا، مشروم متقطع شرايح، وفلفل الوان. طبعا المكونات دي كلها حسب اللي انتوا عايزينه، يعني اللي انتوا تحبوه. هنا انا جبت اهي الصينيه بتاعت البيتزا. لو الصينيه عندي تيفال ممكن محتاجش ان انا احط فيها زيت، لو الصينيه الومنيوم لازم احط فيها زيت، يعني لازم ادهنها زيت. طبعا انا هعتبر ان دي الومنيوم، هي المفروض ان هي ما تلزقش طبعا، بس انا ايه عشان اوريكم برضو الشكل هيبقى عامل ازاي. يعني ما بحطش كميه كبيره، يا دوبك معلقه زيت بس اهي، تمام. وبعمل ايه، باخد العجين بتاعي كده، اول حاجه بدهن ايديا، هدهن كمان الصينيه بتاعتي كلها كامله اهي. طبعا دي لو صينيه الومنيوم او صينيه متجرحه شويه علشان ما تمسكش فيها العجينه، تمام اهو. يا دوبك بس بدهن الصينيه بتاعتي زيت، وبعد كده باجي هنا باخد نص العجين. شايفين العجين طري ازاي اهو، يعني الحجم ده ممكن ياخد، لو هنشتغل بالجرام يعني هياخد له مثلا حوالي 150-180 جرام عجين، تمام. طبعا براحتكم بقى انتوا عايز يعني تعملوا اللي انتوا عايزينه. وهنا انا مش هستخدم الفرادة، انا هفردها بايدي اهي. شايفين العجينة طرية معايا ازاي اهي، ببتدي ان انا افردها شوية شوية كده. طبعا لو لقيتها ان هي جامدة لسه ومش قادر ان انا افردها كامل، عادي اغطيها تاني كده في نفس الفورمة بتاعتها واسيبها شوية تستريح، بس انا بالنسبة لي هقدر ان انا افردها اهو. وانا طبعا حطيت الزيت تحت فهيسهل عليا عملية الفرد اهو، زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اوسعها شوية شوية بحيث ان هي تملأ معايا كل الصينية باطراف الاصابع كده. طبعا حسب بقى الفورمه اللي عندكم، لو عندكم كمان صينيه مربعه عادي تقدروا تعملوها في صينيه مربعه، مفيش مشكله. لو حابين تخلوا البيتزا خفيفه هنقلل نسبه العجين شويه. تمام كده عندي بعد ما فردت البيتزا كامله اهي زي ما انتم شايفين. طبعا هي ايه بتلاقوها بتلم شوية من الحروف، بس دلوقتي لما هنحط الحشو هتبتدي ان هي تفرد معانا اهي. طبعا عشان انا ما سبتش العجينة تريح يعني فترة طويلة. نفس العجينة اقدر استخدمها في المناقيش، اقدر استخدمها سندوتشات في الفرن. ان شاء الله هعمل لكم بيها فيديو تاني وهوريكم حاجة تانية مختلفة غير البيتزا. خلينا هنا نكمل البيتزا بتاعتنا. ده الصوص اللي احنا عملناه اهو زي ما انتم شايفين، لازم يكون يعني تقيل شوية كده مفيهوش نسبة مية عالية. ببتدي ان انا احط الصوص وابتدي ان انا افرد كده على كل البيتزا بتاعتي اهي. مش لازم ان انا احط كمية صوص كبيرة برضو عشان العجينة بتاعتي ما تقدر تستوي، يعني مش بكترة الصوص. الصوص ده بس هو بيديني طعم بس شوية للعجين، انما لو كترت فيه زيادة العجينة بتبتدي تبقى فيها مية وما تستويش من جوه، تمام اه كده. يعني غطينا، طبعا ما بغطيش لحد الاطراف للاخر علشان ما تلزقش معايا في الصينية. تمام دلوقتي هنبتدي نحط المكونات بتاعتنا. هنا انا جايب عندي ميكس جبنة شيدر، هعمل جبنة شيدر مع موزاريلا. حابين تحطوا جبنة تركي، حابين تحطوا اي نوع جبنة تحطوه، بس المهم يكون معاها موزاريلا، لان الموزاريلا هي اللي هتديني اللون اهو. بفرد اول كمية كده على البيتزاية، بعد كده احط الصدق. طبعا الصدق اللي هو البلدي العادي انا ما بسويهوش، لو حابين تسووه تدوله نص تسوية براحتكم، بس الافضل ان هو يستوي مع البيتزا علشان يفضل الطعم بتاع الصدق في البيتزا نفسها، تمام. هنحط ايه تاني عندنا هنا؟ شوية فلفل الوان موجود عندكم يعني عادي، الحاجات دي بقى براحتكم. شوية مشروم شرايح بسيطة، ما بحاولش ان انا يعني اترس البيتزا يعني املاها مكونات، لا كل ما تكون خفيفة كل ما هتبقى طعم بتاعها احلى. هنا هحط شوية زيتون اهو، 3-4 وحدات كده زيتون مش كتير. حلو ايه تاني عندنا؟ كمان بسطرمة، ممكن نعمل ميكس حلو يعني اهو، حتت بسطرمة كده في النص. طبعا
كده حطينا كل المكونات. في اخر حاجة كم شريحة بصل كده عشان انا بحب البصل الصراحة اهو. تمام، هنا انا حطيت شوية موتزاريلا من تحت، وهحط شوية موتزاريلا كمان على الوش. ليه؟ عشان يدوني برضو اللون بتاع الجبنة لما تستوي اهو. ببتدي احط ارش الموتزاريلا كده اهي. وقلت لكم بقى ايه، لو العجينة ما كانتش مفرودة للاخر بضغط عليها ضغطة بسيطة كده اهي. كده البيتزا بتاعتنا جهزت. بكون مجهز الفرن مسخنه على درجة حرارة 180 او 200، هتاخد معايا ممكن حوالي 10-15 دقيقة، مش اكتر من كده. طبعا الفرن فرن عادي، فرن كهرباء. لو فرن غاز هنبتدي نولع الفرن من فوق ومن تحت ونحطها في النص. تمام، كده البيتزا بتاعتنا جهزت. هخلص هسويها واوريها لكم ان شاء الله، واحنا بنقطعها هتشوفوا شكلها عامل ازاي وان شاء الله تعجبكم. هنا طبعا البيتزا بعد 10 دقايق في الفرن او 12 دقيقة بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده طالعة ما شاء الله، شايفين برضو من تحت مستوية ومن فوق واخدة اللون، بس بحركها كده شوية بتأكد ان هي مفكوكة من كل الجناب، مش ماسكة معايا في الطاسة او في الصينية اللي انا بشتغل فيها. طلعت بكل سهولة او زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا ما عنديش طبق كبير بحجم البيتزا، بس مش مشكلة. بس طبعا البيتزا زي ما شفتوا طلعت بكل سهولة. ابتدي بقى اقطعها كده، يعني حاجة اقطعها. طبعا الطبق مش مكفي فحطيناها على الرخامة على طول. نقطع كده السكينة، شوف الشكل يعني اهي، ان شاء الله تكون واضحة. الشكل الصراحة شكلها يجوع. خلينا ندوق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينة؟ ان شاء الله تكون واضحة معاكم. عجينة مستوية وطرية جدا وجميلة، وطعمها الصراحة يعني روعة، مفيش احلى من كده. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، وياريت لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو عشان الكل يستفيد. الف الف شكر.